إذا من الغرباء؟ من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. اللفظ الآخر يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي حديث أبي ثعلبة للعامل منه أجر 50، إلى رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان وكثرة المهانة والشبه وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها. فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له أجر 50 من الصحابة، مثل أجر 50، لأنهم يجدون أعوانا وفي أول الزمان وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام وفي نشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس، كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق